بدنا نشيل بقى كل زينة رمضان، كل القصص اللي حطيناها لرمضان إن شاء الله كله رح ينشال وينضاب وينحط بالكريتين، ومنرجع منرده سنة الجاي سبحان الله لحتى يضل فيها وهرتها. فخلص شفناهن وانبسطنا فيهن، زينا وحطينا الإضاءة، حتى شوفوا الإضاءة يلي هون كمان، كل هاي الإضاءة رح تنشال وكل شي بخص رمضان منضبهم بالكريتين مثل ما فتحناهن قبل الشهر الكريم، ومنرجع منردهن سنة الجاي بإذن الله إذا الله خلينا من الطيبين. كيف أول ما منحطهم سبحان الله بيكون إلهم هيك فرحتهم، وبس هيك نستمتع فيهم نمتع عيوننا فيهم لمدة شهر، نرجع بس نشيلهم كمان منحس بالتغيير وبالتجديد، فمنحس أنه كمان عملنا شي جديد وغيرنا بديكور البيت، هذا الشي بيجدد من النفسية كمان. سامعين صوت العصافير؟ ما شاء الله الله يبارك، طلع زهر الانجاص، واكيد كمان بالضيعة طلعت ما شاء الله الضيعة مليانة شجر انجاص وتفاح ولسه شو كرز ودراء وخوخ، فطالما طلع هون معناتها بالجرد اكيد طلع، فليكو زهر الانجاص بيجي لونه ابيض سبحان الخلاق العظيم. هي كل زهرة بتعمل ثمرة. في حدا كتب لي كومنت امبارحة، يا ليلى اعملي معروف فرجينا الجنينة محل ما زرعتوا الشجرات كيف صاروا. هول هني شجر الغار حبايب قلبي، هول هني، وعن جد يعني ما بتتخيلوا قد ايه انا مبسوطة فيهم، ما بتتخيلوا، خاصة لما بكون عم بسلق دجاج عم بسلق لحمة هيك بطلع لبرا بقطع لي ورقة ورقتين، الله انا بحب ريحتهم، ولا الرومارين هنيك، وهولي شجر الافوكا كمان، لما مثل ما ذاكرين نحن جبنا كمان شجر افوكا وجبنا شجر حامض شهري، فلحديت هلا الحمد لله الامور تمام وعايشين، وان شاء الله يا رب الله يعطينا عمر ونشوف هالشجرات كبروا ونقطف منهم وفرجيكم كل اللحظة بلحظتها. وهذا البصل الاخضر يلي قضيت رمضان كله انا عم قطف بصل واعمل فتوش او اعمل هاي سلطة الزوبع، بتعرفوني قديش انا بحب الزوبع، بحطها بالفطاير وبرمضان يعني انا بلا فتوش بلا تبولي، اعطوني بس صحن زوبع مع بصل اخضر، فباخذ لي كم خصلة بصل وبحطها بقلب السلطة. ليكن نعناع، الله يبارك. تعرفوا شغلة؟ رح ازرع نعنع هون على الحواف تحت، لانه النعنع بمد، بيعطي النعنع بس عطوه محل وهو بمد، فرح ازرع تحت، رح اجيب لي كم شطله من طرابلس ورح ازرعهم هون بالارض، وهول البويات اللي كانوا عنا بالشقه القديمه مثل ما ذاكرين، انا دائما بقول لو كنتوا ساكنين بشقه، لو بيتكم صغير، على البلكون، على الحيطان، انا هولي كنت حاططهم على الحيطان، ما كان عندي ولا شبر ارض، كنت حاططهم هولي على الحيطان مثل ما هني، كنت زارعه رشاد، زارعه كزبره، لا، زارعه بصل اخضر، اجت فتره زرعنا بقدونس، بس البقدونس بدنا كميه بقدونس، فحسينا انه ما كثير. ليلى طلعت البقله هنيك على فكره. والبقله يا الله، تعال شوفين. وبس فرجيه الرومارين طالما انا واقفه حده، والرومارين والورق غار، شو بحب بس اسلق دجاج او لحمه اجي اقطف لي خصله رومارين وخصلت ورق غار وحطها بطنجرة سلق اللحمة أو الدجاج. طنجرة اللوبيا. هاي البقلة. هاي البقلة. يا الله أحلى فطاير حناكل نحن من البقلة هولي. هولي أورجانيك، لا كيماويات ولا هم يحزنوا. الحلو إنه. الحلو إنه بيطلع لحاله. كلي لا سينات فيهم ولا كلاب. إيه عن جد ما عنا نحن. بسم الله. يا الله شو بنبسط أنا بالزهر. ايه هولي لازم ندير بالنا عليهم ما يوقعوا، اذا شتت الدنيا هيدي ترى ببطل يعطينا سمر، ما هيك؟ اذا وقعت الزهره من الش في مرحله حساسه لحتى يعقد، هي المرحله الحساسه للتلقيح. هلا بس يهر تقريبا ربع او ثلث هذول البتلات، يعني معناتها خلاص ما عاد. وين البتلات؟ هول البيض اسمهم بتلات، شفتيهم هولي هولي؟ ايه هي اسمها بتلة الزهرة. ايه
بس يهر تلت الزهر الموجود بالشجرة، معناتها مرحلة الحساسة خلص مرت، بتشتي بترشي مبيدات أو أدوية. هلا نحن بالمرحلة الحساسة؟ هلا مرحلة حساسة طبعا، ايه، وهي اللي بقلبها شو اسمها؟ عشان هيك هلا بهالأيام إذا نزل برد أو شتي قوي ممكن يخف الموسم. هذا اللون زهري بقلب الزهرة شو اسمه؟ اللي جوا اللي جوا هذه بسموها المدقة، المدقة. هذه الأعضاء الأنثوية بسموها، هي الأعضاء الأنثوية اوكي بسموها مدقة يعني. يلا وهذه الأعضاء الذكرية هدول اللي فوق، شفتيهم هون اللي فوق؟ سبحان الله، ما عم يعطي فوكس الكاميرا. ايه هاي اللي فوق الصغار الأعضاء التذكير، والتحت هي الأعضاء الأنثى، اللي تحت هي اللي بتكبر بتصير سبحان حامل. الخلاق العظيم، ومن كل شيء خلقنا الزوجين الذكر والأنثى. سبحان الله. فهول هن شجراتنا حبايب قلبي، بعطيكم ابديت انا كل فتره وفتره عنهم. ريحه النعنع هيك خصلي من راس النعنع بكبايه الشاي. وقفنا عند هذا الكشك هون، ما بعرف شو بتسموه انتو، نحن بنسميه كشك، ببيع اكلات طيبه. لكو تعالوا لقلكم، هلا هو الزلمه سمح لي اني اطلع وصور من فوق. ليكو شو ببيع؟ باستا على نكهات. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافي لي قلبك، اهلا وسهلا. يا اهلا فيك. شو عنا هون؟ شو عم نعمل؟ هيدي عم نعمل هلا خلطه المكسيكانا. خلطه المكسيكانو، ايوه، والمحتوى تبعها هو بيجي وايت صوص مع الموزاريلا، شدر، كاري، خردل مع عرق الحر مع تبلة الفاهيتا. والله منيح، اعطانا سر الوصفة. ما عندي شيء مخبى. الله يرزقك. الله يسلمك. بس ريحة الكاري كثير عفة عف، واطيب شيء ريحة الكاري مع الباستا. فواحة. ايه عن جد. عن جد؟ ايه هي هيدي على زوري. هي شو هي؟ هيدي تشيدر تشيز. هيدي جبنة. والله. هيدي انا بحولها بتصير هيدا الصوص. هي في منا على علب صغار؟ لا انتوا بتجيبوها هيك علبة كبيرة؟ هي هيك بنبيع بس بالسوبر ماركت، بس ما في هيك ماركة، لأن هي الأمريكانية. بنطلب وصفة تانية هادي؟ نطلب شيء تاني؟ اعمل ما بيأثر، فرد مرة طالما ناطر وناطر. اعملنا شيء تاني بالكاري. بالكاري هي منا بالكاري؟ لا هي منا بالكاري. هلا الكاري اللي هو هون، ليكو هي بالكاري، حط لنا بشاميل. صحيح. ليكو الكشك عنده شو مهضوم وشو مرتب، مجهز، حاطط الصحون، الباستا سالقه مجهزه بالكونتينر، الصوصات. والله برافو عليك. من وقت كورونا هذا جيش، ما هيك؟ جيش، تبلة الفاهيتا، الموزاريلا، تبلة الفاهيتا والموتزاريلا. صحيح. ايه شو حطيت بعد البشاميل؟ كاري، تشيدر تشيز، وهون انا بشكل نوعين موزاريلا. وهون هلا الباستا. على النار لتاخذ درجة الاستواء تبعيتها. الكاري بتحبيه سبايسي ولا عادي؟ لانه معي ولاد فلا ما بدي احرق. اوكي اوكي يلا نعطيها شوية نار. الريحة يا جماعة ما بحكي لكم، نحن ليكو نحن تفرجيكم بأي محل واقفين هلا شوي تاني رح فرجيكم مزبوط عنوان المكان اللي انا فيه هلا وين. نحن هلا بالمينا بسموها دوار البركي او دوار بيستاشيو. دوار بيستاشيو، صحيح تماما. هلا بصور لهم الدوار على الاخر من بعد ما تخلص الطبخه. ليكو الجبنه كيف هيك تعشقت مع الباستا والصوص، رجعت زدت لها جبنه ولا زدت لها بشاميل؟ لا ما زدت شيء، هيدي انا زدت بشاميل. بشاميل ايه، بس هيكون مو طراوي 100%. فنان. هلا هيدي هون هيك بسم الله ما شاء الله. قد بردك هيكو يا جماعة، نحن أول مرة بنجي لهون فرح ندوق ورح نعطيكم رأينا بسم الله. بس مبين شي طيب.
هيدا اوريجانو. لا شيء 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 على اصوله. هيك هيك هيدي هيك وساحتين واعطيني رايك. انا حبيبي واحدة فور تشيز لارج. فور تشيز لارج. بسم الله نوعية جبنة الموتزاريلا حاسأله عن نوعيتها. بسم الله كتير طيبة. صح كتير كتير طيبة. تنصح يجي يجربوا يعني؟ أكيد بنصحهم أكيد. هلا رح أعطيهم العنوان مزبوط. هاي اللي عم تعملها جديد هاي شو؟ هيدي هلا بالفور تشيز. فور تشيز صحيح. هيك. شو حطيت كمان بشاميل؟ وايت صوص. وايت صوص شادر تشيز فود هلا موزاريلا. وانا كمان كمان عندي تشيزي كمان شي تشيز. هلا من هيدا امتى بتحط؟ نعم من هيدا امتى بتحط؟ هيدا بحط بقلب الوجبه وعلى وش الوجبه. ديكوريشن وشي كمان للمضمون تبعي. هاي بالكاري. هاي بالكاري. هاي بالمكسيكانو. صحيح. هاي ديك فور تشيز. فور تشيز. هاي تعدوا هذا أول صحن صار جاهز. صار فيك تدو. بلا كلها. سخنة. سخنة شوي. ما هالشي طال. سخنة شوي كثير. سخنة شوي كثير. سخنة شوي. إيه والله يسلم هالأيام. سلم زيادتك وكان عاطينا واحدة. شو ما شاء الله هالجبنة الموتزاريلا شو نوعيتها اللي بتستعملها؟ هيدي حيواني بقري. حيواني بقري. جبنة الموتزاريلا حيواني بقري يا جماعة. يعني كاري طبيتك كمان. والله هي باينت عن جد هي على ذوقي. هيدي كلاسيكية مثل ما بيسموها. كل شيء بالكاري طيب 100%. مع أي طلبية بتحطي الدجاج؟ مع التشيكن الفريدو، تشيكن بيستو، تشيكن كاري، فوتوتشيني الفريدو. وشو اسعار هالوجبات عندك؟ هلا هيدي هون الميديوم هي 300,000. هي 300,000. 300,000. والمكسيكانو يلي المكسيكانو هيدي هون بال 500. 500,000. صحيح بليز. يعني اللي عم يحضرني من بقيه الدول حبايب قلبي يعني تقريبا 4 دولار ونص هذا الصحن. كبير كثير كبرناها. ايه عن جد صحن كثير كبير. 300,000 تقريبا دولارين ونص. والفور تشيز. الفور تشيز نفس الموضوع عندنا شيء 200 وشيء 300 و400 هي وبين سمول. والله اسعار مقبوله ولارج. تعال اعطيكم العنوان مزبوط حبايب قلبي. خلينا ننزل. كثير انبسطت اني طلعت لفوق وشاركت معكم هالتجربه. شوفوا حبايب قلبي الدوار اللي نحن فيه بسموه هيدا دوار بيستاشيو. ليه بسموه دوار بيستاشيو؟ لانه محل بيستاشيو هونيك، فهو فاتح مباشره هون وراي. وراي مباشرة هيدا الكشك هون. عن جد لقمته طيبة يا جماعة. الله يرزقك وعن جد لقمتك طيبة. استميلي يا رب شرف لنا. استميلي. هيدي أحب على قلبه أكل الشوارع بس على شرط يكون أكل الشوارع شو؟ من وين من كان؟ طيب نضيف يا ربي. نضيف نمبر 1 وطيب نمبر 2. ساعتها بتلاقونا نحن انزرعنا هون. كتير طيب. عن جد عدوا اعملوا هالوصفة هلا بالبيت قد ايه بدها تكلفكم. نحن حلفين يا هادي نضلنا مرتاحين اسبوع لبعد العيد. والله تعبتين ان شاء الله عندي. تقبر قلبي. لكتي هلاك. كل النسوان كل النسوان الله يعطيهم العافية. هيدي قطع لي الجبنة. ايه ما شاء الله. طيبة كتير. طيبة كتير. بتشبع حسية بتقيت تشبع. عن جد. هاي تبعيت ليلى. هاي ذوقي انا. انا. هيدي شو هي ليلى؟ كتير عكاري. كتير بحب العكاري. بسم الله. كله طيب كله طيب. شو حط على هني شافوا بالفيديو شو حط. والله يا هادي تلبق له احلى دعايه.
احلى دعاية البقلو. حزير ليش؟ لانه طلعني لفوق. هذا معناته ما عنده شيء مخبى. يسلم تمك، معناتها ما عنده شيء مخبى. يعني لو منه واثق من حاله نضايفي وكل شيء جوا تمام التمام، وانا شو عرفه انه انا جاي لعنده؟ انا فجاه جيت لعنده وهيك دغري قال لي اطلعي وشوفي وصوري، معناتها ما عنده شيء مخبى يا جماعه، معناتها شغله كله مظبوط وكله على النظافه وكله بما يرضي الله. الحمد لله عليكم ما شاء الله، وعلى زباين يعني بسم الله ما شاء الله. نحن واقفين عم ناكل وجبتنا انا وهادي والاولاد، بسم الله ما شاء الله. ما هدي عجقة الله يرزق. والله نحن يلي تعرفنا عليه مأخر. عشرة بالمية بشمال. هلا بده يعمل لنا الأرابياتا. أوكي هيدي بشمال. صوص راب. هاي صوص البيتزا. لا صوص توميتو عادي. صوص بندورة. أوريغانو. أوريغانو. هيدي نمرتي أنا. هيدي خلطة البهارات نمرتي أنا. ما بيحكي لنا عنها. لا. بيجي بقلب دورة. هيدي ما بيدلا عرق الحر. شوية حر. شاي وسكر. موزاريلا. موتزاريلا. على فكرة هاي الوصفة هو صاحب المحل نصحنا فيها. باستا. قالنا إذا بدكم تاكلوا شيء على ذوقي بنصحكم بهاي. فقلنا له يلا بدنا نجرب. هيدي صبتنا صوص رد. نعطيها درجة استواء بس لحتى بياخذ منها. نعطيها بوكس وسط لو سمحت. خالصة هيك جاهزة؟ 100% ولا أسهل من هيك؟ هلا صب فيزنا عنه كل شيء ريدي ساخن صح. نحن هلا شو بدنا نعطيها؟ بدنا نعطيها بس شوية بخار حتى تدوب الجبنة 100% هالحديث. وهيك غطيناها. عبود كان في حدا طالب منا شيء عليها بيفور تشيز. لحظة هوني في حدا طالب منك فوتشيني صغيرة وكاتب عليها واصل. وحاطط طاولات كمان، طاولات وكراسي. هيدي أرابياتا مشي شكلها بشهي. هيدي اختراعه هو. عرفتي كيف؟ ما شاء الله عن جد عن جد كثير طيب. الله يجزيك الله يجزيك الف خير. ان شاء الله رضينا الاصوات. والله ما شاء الله وكان عليك. تسلم لي الله. نواياك طيبه. تسلم لي الله يبارك فيك. والله نواياك طيبه الله يبارك فيك. وناطر زياره منكم ثاني اذا الله راد. اكيد اكيد حنجي. متابعينا لمدام ليلى. الهم بس وجبات سبيشل من تحت ايدي. عن جد؟ كرامتها لمدام ليلى، لانه الست عن جد كثير رزينه ومقدره. الله يعزك. قريبه من القلب. بدي اخبرها لك. بغض النظر عنك انت خير وبركه. الله يعزك. الله يعزك ويبارك لك. الله يعزك ويبارك لك. تسلم لي يا رب. لنروح كفي وجبتي. يلا قول يا رب صحتين. لا لا قال كل قال ال عم بيقول لي قال بيجي من طرف ست ليلى قال لهم شيء سبيشل كمان. والله والله محترم عن جد، مع انه لا بيعرفني ولا شيء، اول مره بيجي لعنده بس لقمته طيب. أدان أدان المغرب. قديه مهضوم كشك وحاطط هيك طاولات صغار ليلي عباله يقعد. والله برافو عليك. اي والله انا كثير بحب شجع الناس اللي بتكون هيك من اي شيء، من اي بزنس صغير يسترزقوا ويعيشوا بالحلال. ليلى ما كل حدا فتح كشك مثل ما بيقولوا فتح كشك لازم يكون في عنده عنوان اللي هو النظافه. اهم شيء نظافه صح، قبل كل شيء نظافي بعدين اللقمة الطيبة. شو طيبة هاي الأرابياتا يلي عزوق كتير عجبتني. حدا
بيعمل عملتنا يا جماعة. ما بينشبع منه ليكو. هلا شو جبنا؟ هذا آخر شيء، خلاص ما بقى نجيب شيء تاني. هذا بس درة، درة مع هذا هذا الشيبس اللي اسمه تشيتوس والجبنة، فشكله مغري للأمانة. ما يفكروا هذا بس لعلنا. لا لا، مين ما بيجي بياخد نفس الطلبية يا جماعة. يا الله كتير طيبة شوية، هي كتير كتير طيبة يا جماعة. ترى نحنا مع أولادنا، ما تفكرونا نحنا كل هالصحون لقلنا يعني. ليكو الجبنة، ليكو 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 ليكو. أوه أوه أوه، هيدي هي فظيعة، هي فظيعة. أنا من هلأ أريح بس إجي لعنده، إذا بطلب أي طلبية رح أطلب الدرة مع التشيتوس، كتير طيبة كتير كتير. جينا لهون، تعرفوا المحل اللي معودين عليه، بس علي منه هون من غير شر، فقلنا بدنا ناخد لنا شوية خضرة وفواكه قبل ما نروح على البيت. يا جماعة بتحسوا سبحان الله بعد العيد البيت بيكون كيف بيقولوا مسوفر، لأنه قبل ما يخلص رمضان بيومين بتلاقوا ست البيت خلاص بلشت تدعى سفرين بقى، وكلياتنا نفس الإحساس. اكتبوا لي بالكومنتات إذا ما كلياتنا كنا نفس الشيء. فوالله هلأ صار لازم بقى خلاص يعني كفاها الله، بدنا نرجع لحياتنا الطبيعية. ليكو شو لقيت هون؟ هذا الفستق يلي نحن منحب نسلقه. مرة سألتوني يا ليلى كيف بتسلقيه؟ مثل ما هو، كيف بنسلق أعرانيس الدرة الذرة؟ نفس الطريقة، بسلقه مع شوية ملح ومناكله. يا الله ما في أطيب منه، بس أطيب شيء بالشتوية. كان عم بيقول لي خالد هون انه هذا اخر كيس. هذا اخر كيس يا خالد؟ اعطينا يعمل معروف. الله يكرمك. نقي شوية اكيدين. قال هذه الاكيدين يا شغل صيدا. هاي شغل صيدا؟ بيقولوا شغل صيدا اطيب شيء، اطيب نوع اكيدين. نحن بنسميها اكيدين، ما بعرف انتو شو بتسموها. زعرور في، ما بعرف، في لك كتير اسامي بغير. فالنوع الصيداوي بيجي اطيب نوع. شايفين حبه الفاكهه اللي بتكون هيك؟ ما بتعطيكم احساس ان قطر 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 هيدي جاي. هذا الموسم اللي بيكون فيه لوز اخضر واكيدينيا. هذا اللوز الاخضر عام. خلي لوزه وفول اخضر. لا عن جد الموسم اللي بيكون فيه لوز اخضر واكيدينيا والجنيريك، هذا الموسم بيكون كتير قصير، فبحب انا اتسوق من هالفواكه قبل ما يخلص موسمه، لانه دغري بيخلص الموسم. نزل الورق عنب يا جماعه، والله ما تخيلت، والله صار في ورق عنب بالسوق بهالسرعه، سبحان الله. 70,000 بس هعبي لك من التليفون. ليكو الورقة، لفرجيكم حجم الورقة بالنسبة لإيدي. شايفين؟ هاي الورقة شايفين؟ كتير كبيرة الورقة. فكتير مبسوطة إنه نزل الورق عنب، عبالي طبخة ورق عنب بزيت. يا جماعة أنا حدا يقول لي ليش قلبي معلق بهاي البندورة؟ كتير طيبة. حاخد منها كمان. ليكو ما شاء الله طازة. ريحة البندورة هيك من قلب الصندوق، هيك شيلوا البندورة وشموها بتحسوا حالكم بالأرض، ريحة الأرض فيها، سبحان الخلاق العظيم. كتير بحب ريحة البندورة اللي بتكون هيك بالعرق الأخضر تاعها وشم ريحتها. نزل الهليون، على فكرة نزل العكوب كمان. في مرة وحدة من حبيبات قلبي يوم اللي أنا طبخت العكوب بآخر رمضان سألتني يا ليلى شو يعني عكوب؟ عملي معروف دلينا على العكوب. فلك تكرم عيونك، انا هلا رح فرجيك العكوب كيف بيجي شكله، كيف بيكون شكله بالارض. هيك بيكون هذا العكوب، شايفين حبايب قلبي؟ هذا هو العكوب، بيجي كله شوك. هذا كله لازم يتنظف، بلبس كفوف وبقعد بنظفهم. يعني هول الجزوعة بس بيجرحوا الايد، هول القرون تاعه، هذا كله بشيل الشوك منه، بيضل جزء صغير منه بس هذا الابيض اللي مسكته بايدي وشوي من فوق، الباقي كله بينكب. فهذا العكوب حبايب قلبي، حتى بصل وثوم مخلصه ببيتي. شوفوا لاي درجه البيت مصوفر. نحط الكيس
ومبقلش. هذا البصل انا كثير بحبه بالطبخ، ان كان اكل ني ولا بالطبخ. هاي الملفوفه منيحه. ايوه سلم لي اياها. ايه سلم لي اياها. كيلو باكل بقدونس شو فريش. حاخد لي كمان كم باقي بقدونس. مرت عمي قولي لي هلالي 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 والله تضحكي. والله يا مرت عمي لو تشوفي بس نهارنا هذا كيف مرق، ما بعرف كيف مرق. انا قلت لهم قلت لهم قلت لهم لازم بقى نرجع لحياتنا الطبيعيه، نرجع أكيد. لمطبخنا اكيد خلص أكيد. هجرنا أكيد. المطبخ بما فيه الكفايه يعني صحيح برمضان تعبنا والايل يا رب. مرت عمي اشتقتي له للمطبخ اليوم؟ ضليت في انت قولي لي ليش انا طلعت منه حبيبتي. انت هانتي انت انا حر اليوم ما طلعت من المطبخ بحكي حد قعده بقلبي حبيبتي. شو عملت اليوم؟ كان في عندي من خير الله وخير كبة قراص مشوية. يا سلام طلعتهم واجت بنت حميكي سوسو لهون بعد الظهر. ايه من غير شر طلعت اخيرا. اول مره تطلع من بيتك. اول طلعه حممت لها الصبي ان شاء الله تحمى احفادك يا رب. يا رب يا رب الله لا يحرمهم لحدا. حممت لها تغدت عنا والله اجى زوجها مش فايقه اخذها وراحوا وياها. انا لما زرتها لسوسو حزيري شو قلت لها؟ بلشت العب لها بعقلاتها انه يا سوسو لا واذا يعني موالدي ما بيأثر الواحد بيطلع. لا. قالت لي لا يا مرت اخي والله بخاف. قلت لها والله يا سوسو انا لما خلفت اول بيبي عندي ذاكرة انت مرت عمي ما بدي ارجع اذكرك مشان هلا ما ما تعصبي علي. بدي ابنك مش قصة هيك مرت عمي، قصة انه لا ما خص البابا الام النفسي الام انا قلت لها كمان مثلك لا انا قلت لها ما تطلع. انا قال ليكي كيد امي الله يرحم ولدك ويرحمها ويرحم جميع امواتك يا رب حبيبتي. قال لي قبل 30 يوم ما بتطلع من بيتك لشو ما صار. انا لا سمح الله اذا عسي حكيم انا بطلع. انا ما بطلع هالجال كله بيطلع. والله بطلع هالجال بيطلع ثاني يوم ليلى بس عشان تكون حاسه حالي منيحه. بيقولوا النفسه بدها تدير بالها على حالها. مزبوط. يعني كنت اسمع حميتي الله يرحمها ويرحم اموات العالم كله امين النفسه بيقولوا او امثال القبر المره بدل مفتوح 40 يوم. يا لطيف يا لطيف. عشان هيك الواحد بيحتار يمكن هو للخوف او يمكن هو للتنبيه او يمكن هو صحيح. فبهالحاله المره كل شيء فيها بيجع والله يا بعد 9 شهور ما لهيني ليلى. انا يا مرت عمي اول بيبي عندي انه قعدت بالبيت اول يوم ثاني يوم. هلا مولدي موجوعه شيء طبيعي يعني ما حفيني اتحرك اول اسبوع بعدين بلش يضيق خلقي. ايه فتت بالاسبوع الثاني قلت خلاص بدي اطلع. بدك تطولي بالك على حالك لان نعمل اشتراكات نسوان بصير معها حراره بصير معها اشتراكات ولادي يعني مشان هيك ضل بيفزعوها. يوم تحملت حالي وجيت لعندك ام مرت عمي فتحت الباب وطلعت فيني ليلى شو جابك؟ قلت له والله ضيق خلقي. ضيق خلقك ضيق خلقك بلشت فيني انت كيف بتطلعي؟ ايه وثاني بيبي هلا ثاني بيبي كان في حرب تنذكروا ما تنعاد كنا بالضيعه. ايه ثالث بيبي طلعت كمان ثالث بيبي انا رحت بس انت ما شفتيني حمل لك يا الله كنت انا بالضيعه الله يخليك يا الله يحرمهم لحالهم حبيبه قلبي. ثالث بيبي كمان ما كنت كل بنت بتدوها الوجع امين باذن الله. ايه والله بتدوق الولادة وبصير عندها بيبي يا رب يا كريم. حلوة عجبتني هي كل بنت بتدوق هالوجع. أيوة لأنه البيبي منو هين أبدا ما بيطلع جسد ليهد الجسد منو هين ولادته منو هين اعتناء فيه. شفتي شو قصدي أنا؟ بيكتبوا لي يا ليلى منك ناوية لسه تجيبي أولاد؟ بقول لهم والله أنا ليكو قبل ما أتزوج مرت عمي. هلا بيقولوا لي شو فتحتوا السيري على الباب؟ شفتي عم نتسلى بالحديث شو بدنا نعمل؟ شوفوا حديث العتبة قلت لهم نعمل لك بريق شوي بقول لك عدي مثل حديث الجارات بس يفتحوا الأبواب لبعضهم وبيوقفوا على الباب بيقولوا حديث العتبة. فوالله يا مرت عمي أنا قبل ما أتزوج كنت أقول بدي خمس أولاد أو بدي ست أولاد بدي جيب أولاد. فلما تزوجنا أنا وهادي قلت له يا هادي أنا بدي خمس أولاد يطلع فيني اللي صلي على النبي بدي خمس أولاد يا خمسة يا ستة إيه بدي يعني بحب الأولاد أنا ما بدعم في شيء من شيء ساكي غشيمي ساكي غشيمي. فوالله يا مرت عمي لما عرفت شو معنات الولد وقدي تربيته بده مجهود. مرت عمي الولد الخلفة منه أن أنت يكون عندك أولاد تخلفي وتكبي أو تخلفي وتجيبي على هالحياة أولاد بدهم تربية مسؤولية يا عم حبيبتي أنت بدك تحطي كل جهدك وكل عقلك وكل تفكيرك. أنت كبرتي عند أمك هاي
هيك شفتي حالك صار عندك بيت؟ اعوذ بالله. ما بشي بيقولوا ما بيحيا روح لا يفي 100 روح، ما بيربى جسد ليهد جسد. ليهد جسد شو مخصبة انت تربيت الاولاد هيك؟ خاصة بالزمن اللي نحن فيه، زمن الايبادات والتليفونات وزمان السوشيال ميديا. لا 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 هالجيل كتير 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 هالجيل. شو بدك تضبطي لتضبطي؟ قلتوا هالجيل يا ليلى كتير منفتح واعي عين. لاقوا في وقاحة في اطفال اعمارها هيك وقاحة. صح فتح عينك فيك اذا قلتي لها هذا مثلا ما تشوفي هالافلام كرتون، لا بده يشوفها. يعني بيجا امره نزع هالتليفونات نزع هالجيل طالب. لازم الام والاب ينتبهوا قد ما فيه. ايه ما انا هيك بقول، يعني لما بيكتبوا لي يا ليلى مانك ناويه بقى تجيب اولاد، يا جماعه والله النيال اللي قادر يجيب ويربي ويهتم وما يخلي الطفل ينعاز والاشياء الاساسيه، ما حقول الرفاهيات بس مين قادر؟ ني لا منا بالكتره هلا العشره مثل اثنين. لا 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 يجيب ولدين ثلاثه اللي الله سبحانه وتعالى ربيهم احلى تربيه. ايوه يربينا ويعلمهم ويكبرهم. اخ يجوزهم ويسفرهم. اي والله ويشوف ولادهم ويجوا على الولاد هيك دحلوي عن جد دحلوي. الله لا يحرمهم لحدا. امين رب العالمين. على كل هلا حاعمل لك بريق شوي ورجعتي لي قلبي. وشني ابايش حبيبتي. ايكو دايما بنجي لعند مرت عمي ما تستغربوا هالمنظر ابدا، دايما في زيتون في زعتر في قرص شانكليش وفي شانكليشي هون وفي شانكليشي هون. هذا قرص الشانكليش يعني شو بدي احكي لكم؟ لا والله لا والله لو تعرفي شو اكلنا اليوم. بس قرص الشانكليش هذا بشهيني انا ذوقه. مرت عمي احذري شو اكلنا؟ والله لا على البال ولا على الخاطر، شفنا كشك على الطريق. حذري شو ببيع؟ ببيع معكرونه بالبشاميل مع كاري. مرور عرفتي وين؟ مين؟ وين بيستاشيو دوار بيستاشيو؟ لا مينا. ايه مقابله مقابل الدوار. والله يا ام مرور بيعمل لك الباستا بيحط لك فيها صوص بشاميل وجبنه موتزاريلا ايمونتال كاري فورتشيز اللي بدك اياه. ومنه غالي على حسب الطلب. على حسب الطلب يعني الصحن ب 3 دولار 3 دولار ونص. ليكي هي كيبسه معفنه. انا هي لفتت لي نظري. ليكي شفتيها شفتي قفاها من تحت معفنه ليلى. هيدي خضره. هي خضره. هيدي خضره يا خضره يعني هي طعمه. انا بحبها هاي بحبها. اي والله بس شبعاني شبعاني بس لفتت نظري قلت بدي ذوقها. حبيبة قلبي شو كيف كان هالعيد ام مرور؟ ان شاء الله انبسطتوا بهالعيد كثير حلو. بس روقت قول هيك معناتها انتوا فهموا عليها على الطير فهموا عليها. انا بقول حماتك بتحبك و 99% حماتك بتحبك. انت لو تعرفي هذا حماته بتحبه. والله ما لك يمين تحلفني. اجاني حليب اليوم. والله شو حليباتي عبد الهادي؟ غير شكل. هلا طلعت هيك قلت شربت قبل هلا امي يا مرة رز بحليب. ما رز بحليب يا عمري. والله العظيم كانه قلبي حاسسني انك جاي لعندي. ماما لشميه لشميه بيكره اخي. صحيح. لك الله من عند الله. أيوة من عنده يبعث له حنين ان شاء الله. اللي بيكره اخي هلا يكرهه تياب. هلا المهم اي أيوة والله عملتهم وسكبتهم وحطيتهم بالبراد. شو قلت بعقلي اذا قالوا رزقه عبودة يجي لعندي ما بشوف لدق الباب. وفعلا دقيت الباب. الله يرضى عليك يا عمري. الله يرضى عليك. انت هلا شوفي هلا ماميتي بس تحضر هالفيديو قد ايه حتضحك. قسما بالله العظيم حبيبتي بحبه. لأنا بتموت عليه. ايه لأنا صح. هلا بتاكل قد ما فيك لحتى تقول لي بس. شوف هالحال. شوفي مصلين على النبي. ايه مرت عمي بتلدعه. شوفي مصلين على النبي محمد. شفتي هاللدعه هي امي؟ الله كثير انت. والله العظيم جيت ببالي ورحمة أبوك. قلت يا عمي كتير بيحب هالرز الحليب من إيدي. الله يدفك يا عبدي لك. الله أدفك لك. الله أدفه. الله أدفني علي. والله يا مرت عمي حتى 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 الماما الله يطول بعمرها بس تعمل رز بحليب ويجي هادي. يا الله الله يذكرها بالخير. اي والله كثير كثير بعزها اصلا. هادي بتعرفي شو بيقول؟ بيقول ما في حدا بيحب حماته قدي. ايه صح والله انا بنبسط هادي. انا لانه بحس الحماية مثل الام. ما كل الحموات مثل الام والسهر ولا كل الام. ولا كل الكنايه والجنة مثل البنت ولا كل الصهورة. انا عندي انا بكتابي اذا سالتيني انا البنت والكنة واحد.
الصهر والصبي واحد، اللهم اذا الصهر حط حتى لو كنت الكنه عم بتعذبك. اما حبيبتي ما بتعذبني، انا ما بعطيها مجال تعذبني. صحيح، انا ما بسمح لها مجال تعذبني. لك يسلم تمك، ما فيني اجيبها لعندي. ناسي انا مرت عمي هي اللي جوزتني ليلى؟ دخيل عيني. اي والله دخيل عيني، الله يحن عليها، الله يسكرها بالخير. كانوا كلهم منهم موافقين الا هي اللي خلص لانه عزتك ليلى لك، لانه عزتك يا امي. الله حبيبة قلبي، ادم له كل الدنيا. اي والله، اي والله. بعدين هالكنه لامي هالكنه، ليش الحبيبه توقف قبالها؟ انا ما كنت كني، صح، الحمايه ما كانت كني، وهالكني ما بدها تصير حمايه، ما بدها تصير حمايه. انا اذا بيسمعوا مني قد ما فيني شدوا الكني لالهم، لانه اذا شدوا الكني لالهم شدوا ابنه لالهم. يسلم تمك. واحد، صح، اذا الكني مبسوطه انا يقين 100% الصبي حيكون مبسوط. اما اذا لعبت له مرته والله ما في يشوفني ولا يشوف اخوه ولا يشوف ابوه. صح، مشان هيك انا بدي بالي على الكنه. الله يطول عمرك لك، الله يطول عمرك. شفتي كيف طلع علي؟ قسما بالله هي خليتيني يا عمري يا روحي انت، والله العظيم يا مرت عمي. نعم. كنت عم اقول له لهادي بغض النظر انه تكون مرت عمي امك، والله العظيم والله العظيم انا مرت عمي قلبي من جوا بحبها، ما خص انه هي امك، هي كشخصيه انا بحبها. اكبر نعمه هيدي بتقولي لي اياها، انا بنبسط ليلى. انت كشخصك انا بحبك لشخصك، مش لانه انت حماتي. اما حبيبتي انت، انا علاش بحبك؟ لانك منيحه حبيبتي. اذا انت وابني منيحه انا منيحه، اذا انبسطت اذا تكوني انت وابني يا عمري. اما اذا ما منيح الكنه والصبي انا بعتها الهم من هم. حجيب له مع الاله هيدي ناطر ليدوق. يلا يلا صاروا ثلاث كاسات. ما بدك تاكلي وحده انت؟ ايه انا وحده، وهيدي وهيدي وحده والثالثه وحده. هيدي بدي تاكلي هيدي وحده عن جد. ليلى الله يسلم ديتك، انا بحب هذا الملدوع كثير. طيب كثير بركي مؤيد بده بركي مين بده هلا من دوقهم. والله يا امي اكثر. بسم الله. صحتين صحتين. صح وميت هنا. شو بعد كمان؟ مرت عمي كثير طيبين. صحتين صحتين، بدي تكفي صحنك ها. كثير طيبين هلا عن جد، يعني ما فينا ما نكفي لانه عن جد طيبين. عمو حبيبي كفي حرام. ليكو هادي هذا هدول الصحنين اللي على الطاوله نحن ما فينا ما ندشهم. ما في الا ايد مدت عليهم هالصحنين. ما في ايد من مدت عليهم. ايد انا نعم. مش معنى هلا على طول على الطاوله. امي حتى الواحد يشتهي وياكل. ولسه في صحن الزعتر وينه؟ انا لسه ما حطيته بعد ما طلع. دائما مرت عمي صحن الزعتر شانكليشه زيتون. ابدا على طول. ليه مرت عمي والله نحن اكلين. تقبري قلبي ليك عم تعبي لك زيتون. هدي هدي لك وقفت. هي تقبري قلبي. وحد الله نطفي. لا اله الا الله. وحد الله نطفي يا عبد الهيدي. انا عم بلح تمي بقى. انا قلت لها نحن اكلنا باستا واكلنا صحتين صحتين. اكلنا شو اسمه؟ مكان ما عندنا مكان ما عندنا. ها يلا قد ايه حلو هيك رز بحليب مع زيتون مع شنكليش. اي عطيب هدول هدول عطيب. هداك عتيق، انت بتحب العتيق اللي بتكون ريحته قويه. انت دايما بتقول عن ريحته، يعني ما حاحكي بس انت بتحب ريحته. انا ما بتجنن. بتحب الزيتون؟ صحة والف عافية. من حين الزمان بيحب يتنشف يحب الزيتون. دايما. عطول عطول. صحة والف هنا. يلا ان شاء الله يا مرت عمي باذن الله كل عام ونحن كلنا بالف خير. بتعرفي انبسطت فيكي هلا ليش؟ قولي لي ليش؟ بحكي فنجان. اي والله. والله العظيم بعمل شاي اكثر شيء لما بتكون. والله وانا بتعرفي ايش حاعمل هلا؟ رح اجي اقعد هون على السجادة. اقعد قدامك. تعرفي يا مرت عمي عم فكر هلا انه بهذا العيد. نعم. ما عملت معمول السميد، عملت معمول الطحين. ان شاء الله بتنعودي لايام باذن الله بالصحه والعافيه والايلي يا رب. كل حلوياتك طيبه شو ما نعمل يا عمري. وبالعيد الجاي عيد الاضحى ان شاء الله اذا الله احيانا ان شاء الله باذن الله بدي اعمل معمول السميد، بدي اعمل الناطف. ها اهلنا بسوريا بياكلوا الناطف مع المعمول. ليه ما هن الناطف خلق لاهلنا بسوريا. والله يا مرت عمي كثير جاي على بالي. ايه ليكي الورد الشام والناطف هن شاطرين فيه مليون بالمئة. هلا بيسالنا هيدي شو هو الناطف؟ بتعرف شو هو الناطف؟ هذا المعجون بيحطوه على الدقن بياكلوا الدقن فيه. الموس. موس بس هن بيحطوا له فانيليا بيحطوا شيء طيب. شباب بتعرف الناطف؟ كمان يا الله. لما كنا نروح على حمص مرت عمي والله. نعم. لما كنا نروح على حمص. نعم. كنا نشتري بقلب علب، كيف العلب اللي بيبيعوا فيه سحلب وحبوب أمانة. كانوا يبيعونا منه كيف نحن الطربوش ناطف على الحل، نجي نحن على البيت وبيبيعنا البياع.
مثل كريم الطابوش الشوكولات. بتعرفي شو ببيعنا البيا كمان؟ شو؟ قموعة البوظة. بنجي على البيت نحن بالملعقة بنعبي بقلب قموعة البوظة وبناكل. بوظة شتوية. بس عن جد حبيبتي كان في خاطرك اعطيني محرمة لعيونك. يلا شكرا شكرا ليلى شكرا. حيجيك ضيوف. ما بدي حدا يجي ليلى. انا عرفت انا مرت عمي. كفاها الله. بابنا بالعيد ما تسكر. اي والله والله, والله عن جد احلى 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 ايام والله. الله يعيده على الجميع بالخير والسلام يا رب. امين رب العالمين. انا بحط ريحه سكر وانا انا بلا سكر. انت المر بيشرب مر. ايه والحلو بيشرب حلو. حيت تحبني نفسي مين بده يمدح فيني ولو يا مرت عمي. الدنيا كلها بتحبك. ايه والله الله يا الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ما بيروحوا من هالدنيا. امين. لا هني ولا اقربائهم ولا احبابهم ولا اصحابهم كلهم بضلهم طيبين هيك وبيحضروني وبيبعتولي كلام حلو هيك انا بنبسط وبدعيلهم. وتضلك بصحتك وعافيتك يا رب. حياة الله بضل بدعيلهم حبيبتي. حياة الله ما حدا بيطلب مني شيء انا عم صلي الا بدعي لرب العالمين يا رب. الله الله موجود. دخيل ونعمة بالله ونعمة. وين انا ما شفنا شيء. زرعت كزبرة ما شفنا شيء. زرعت بقدونس عالسمع. زرعت نعنع كم هلا بيقوم ما شفنا شيء. يي مرت عمل بصل 50,000 فعلي سلاح العزيز. زرعت بصل أخضر ما نعمل فتوش تبوني ما شفنا شيء. شو هالمزارع زرعت ظرف ظرف هلا شو شفنا. شفنا الحلزون من ليل حيطان. هيدي كان لازم تجيب لك معك شوي. والله هذا ما عم بدي تخلص منه. هدول اللي بدك تحط لهم ملح يا عبد الهادي ملح. يا عن جد للحلزونات ما بيقتل الحلزين الا الملح. صار حطهم بنزع الارض. كانت ستي الله يرحمها لما كان عندها ارض جنينه وعندها حيط هيك والشجر قسما بالله ترش ملح ترش ترش ما تلاقي الا كله دايب دوب بتقبلها. يعني دواهم الملح دوابين. هذا الحب الازرق والخرز ما نفع الا الملح. بدك تجيب كيس ملح وترش. والأمة قالت لك تعرفي يا مرت عمي في طريقة تانية. شو هي؟ البيرة. هذا البيرة المنكر يعني. ايه بيسكروا بيسكروا بينيبوا. والله نحن بدنا نهيما بدنا نجي عرفيقوا ولا بدنا نحيهم. بيقول حالا قال حطي له مجامع هيك وكيسات يعني عبيهم إياه وحطي كتير بتجمعوا عليه تحميهم وتخلصي منهم ساعة الكبير. يعني ما بيموتوا بيسكروا بيناموا. ايه ونحن بنحملهم بنحطهم على التخت بيناموا. بينطفوا ابدا بينطفوا. وبعد ما ينطفوا وبعدين ما لهم حل. والله بتشيليهم بتكبيهم بمي بتغرقيهم يعني. بتعرف عبود انا شو مجرب الملح وقت بروح على السوق بجيب خضره على البيت بالكيس. هلا بحط الكيس لبنا ما فتحت التيب وكذا بيجي بلاقي بقلب الملفوفة ليلى الحلزونية عم تتمشى او الخسة او الملفوفة او عرق الهنبة ما بيخلف. صح دغري على حالك بحطهم على محل مثلا محمي او كرتونة وبحط ملح. صدق عبودي باللحظة بيدوب بيدوبوا بيدوبوا سبحان بيدوبوا. الله انا جيت بدي اعمل تجربة. ايه استعمل الفلفل الحار بشلفته. رحت جبت الفلفل الحار اختي افتحت ظرف فلفل. انا بقول لك بعدين شو لقيت. لقيت كله لسانهم برا. لا لا محاري حريق بيجي ولا قدام عاملها دو. جبت الظرف الحر تبع الاندومي بيجي مع الاندومي. عرفتي انه هذا حر كثير. جبته فضيته هيك بمحل وجبت بزاقه كبيره وحطيته هون عليا. حلو. انا قلت هلا شو هذه بزاقه بدها تشلطي. عم ترقص. والله طلعت هاي عملت وروحت بحال سبيله. الاول حرحرت بعدين تعودت على الحر. شو عرفك من حرحرت؟ انا عم رقبها. شو عرفك عن جد؟ شفت اختي بدي لسانها. انا يا عبد الهادي قلت يا صبي رقبها شوفها شو بدي يصير بعدين. اذا نجحت الخطه عن جد بدي اشتري حر امي وبدي حرحر دير من دور البيت. مستحيل. بدي يعمل بيت محرحر. والله بده شي 5 كيلو حر. ايه شيء ما عندي مشكله. المهم يعني رش شيء عضوي مفيد. ايه صح ما يضر ما يأذي الخضره. والله يا امي رقدت لك هالمزقه. والله تلف وتدور اخي شيء يمكن تعودت على الحر او خلص. اخذ عوده اخذ عوده اللي قاعد حاله استفدت عليه وضلت ماشي. ايه قوي هلا انت اعطيتها طاقه. اعطيتها طاقه انت. خلي هيك وين راح هيك راح هيك بعد لن اتركك والله. ما عندك خبر انت هلا اذا بتزرع بالارض بصل وحر وفليفلي وبقدونس ونعنع لك والله ما بيهمها شيء. والله بتاكل الدنيا تاكلهم. ايه والله بتاكل الدنيا بتاكل. اي فليفله واي امي الله يرضى عليك يا امي. امي الا الملح نصيحه
انا مجربته صحيح. الملح بتملح الارض ما الحل الحيطان الحيطان ماما الحيطان الحيطان ماما كلها لسه كل الدائر على الحروف على الحروف والله ما بتشوف ما بتشوف وحده والله سكرتيني هلا بخطر بدي اعملها كثير مليان بس حسب ما انكم شايفين الحيطان مليانه مليان منو مي ملح ملح بودره ما تحلوا بيدوقوا بالمي ورشوا لا لا بدي اجيب ملح بدي انشروا على الحرف ورش عليه شوية مي طيب بس نضلوا كامش على الحرف بدوب ايه بس يكتر الملح بس ما كتير زور يا عمي ما بتستفد بتجي الحلزونة على الملح ما بتستفد اوعى تقنعني بدك تحط ملح وتمشي الحلزونة هي ماشي بتموت معناتها بده يرش ملح داير من دار السوق ابدا داير من دار بتحط مي لكن ملح هيك الملح داير ما بتستفد فيه شو هيك بالكاز لا 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 ملح دويهن الملح ما بيدوب الحلزون الا الملح انا عن تجربه طيب عبد بدك تشوف شو سبب كترتهم كثير المنطقه هونيك مليانه حلزون يا رواق وبعدين كنت تدهن الحيط تعملوا لون ازرق تعملوا لون احمر لون اورانج بيهرب بالالوان والله لكن بيهرب الالوان الوان فاقعه ليش بيقعد بالشجره الشجره لونها حلو لقلب ليش بيلحق الزرع كله حلو كله لون دهان الحيط كله وغمق وشوف ان شاء الله بس في كثير شي كثير عن جد عم حاطين بالمقعد بملوه دغري من اول فوتوا على بيتك يا عبيدي والله بيفوتوا لا قولي هيك ما بيفوتوا ما بيفوتوا لانه البوابه مسكره بيعرفوا الاول يلا بخاطرك يا مرت عمي فوتك بعافيه والله كثير انبسطت فيك حبيبه قلبي هي زياره الغفله ما بعرف ليش بتكون هالقد عن جد مع غفله حبيبتي باي